السلام عليكم. طبعا راح نبدأ اليوم بإذن الله في المانرز اوف articulations، خصائص الأصوات أو خصائص النطق. طيب احنا قلنا انه لما نحكي عن consonants فاحنا بنحكي عن three things. اول شيء بنحكي عن place of articulations، اللي هو بنحكي عن الـ articulators، الأعضاء، and how can we make sounds، كيف نعمل اللي هو الأصوات. Number two، الـ voicing، الـ voiceless و الـ voiced sounds، or we can say also fortis and leanness. Number three اللي هو اليوم الـ manners of articulation. طبعا أنا ضفت لكم مع الـ manners اللي هي أشياء أخرى، ملاحظات، يعني كل صوت أو كل فونيم ضفنا عليه ملاحظات حتى يعني يبقى الأمور كمان أسهل وأوضح. طبعا ليش إحنا بنبدأ في الكونسوننس وبنحكي عنها دائما بداية ما بنحكي عن الفاوز؟ ليش؟ لأنه بيقول لي عندي في اللغة أو الفوناتكس الكونسوننس أهم. طب خلينا نشوف ليش أهم. الحين لو قلت لك guess the missing sound or the missing letter in the first word. طبعا عندنا هنا consonants وحذفنا اللي هو الفاول، تقدر تعرفه؟ تقول yes it's easy cold، يعني المحذوف عندي ال O. طيب ماشي، هنا عندي vowel ولكن حذفت ال consonant، تقدر تعرفه؟ طيب هتقول it's hard. ليش hard؟ عندي ممكن اقول he، ممكن اقول we، ممكن اقول me، etc. يعني endless answers. فلهيك ال consonants وجودها بيسهل علي معرفة الكلمة أو بيسهل علي الكلمة أكثر من ال vowels. أول خاصية معنا اللي هي ال friction، الاحتكاك. الاحتكاك طبعا ال friction والصفة fricative، ممكن نلاقي أسماء أخرى زي spirent و strident اللي هي صفات أخرى ممكن نلاقيها في الكتب أو المواقع، لكن fricative من adjective من friction. طبعا لما نحكي friction عن الاحتكاك، لاحظوا معي أن أنا كاتب إيش هنا، مخصصها في making contact. إيش يعني؟ ليش كتبت أنا هذه؟ لانه اذا فاكرين الباسيف مع الاكتيف لما يلتقوا، انا ما قلت touches، ما قلت far away or apart، يعني لا هي touches ولا هي بعيدة، قلت making contact. يعني ممكن وانت بتنطق احد هذه الاصوات تلمس العضو الباسيف، ممكن ما تلمسوش، it's up to you. يعني لهيك انا قلت making contact، يعني ممكن البعض ينطقه تمام عادي ما يلمسش العضو الباسيف، ممكن يلمسه، ف it's up to you لك انت. فالمهم making contact. طب الشرط الثاني انه يكون عندي narrow passage عشان يظهر عندي الصوت. طبعا كل ما وسع الباسيج بيختفي الصوت او بيكون ضئيل جدا، لكن لما نزغر لاحظ في الها، ليش؟ الباسج اوسع وبيخرج فريلي فالصوت بيكون اقل، لكن الباسج قليل او صغير لهيك بيخرج الصوت اعلى. طيب حكينا احنا هيك، خلصنا احنا الخاصية اللي هو فريكاتيف فريكشن واخذنا تعريفها، لكن هناخد كل صوت ونفصله. كيف نفصله؟ يعني لو حدا اجا قال لك شو خصائص او شو اشياء بتعرفها عن ساوند، تقول له strong, voiceless, long, etc. strong اول شيء من فورتس اللي هي قوة الصوت، وسترونج من قوة الصوت أيضا، هي أسماء مختلفة. يعني سترونج هي نفسها فورتس، وهي نفسها أيضا voiceless. يعني لما أقول سترونج، لما أقول voiceless، لما أقول فورتس، فأنا بحكي عن نفس إيش؟
الأصوات اللي هي الأصوات الفويسلس، واضحة؟ زي تمام؟ طيب ماشي، الحين عندي strong، ليش سميته strong sound؟ Why؟ سميناه strong لأنه الهواء اللي هو إيش ماله الهواء؟ مصدر القوة بيكون قوي. يعني هاي نمبر 1، عندي مين مصدر القوة؟ الهواء. طيب بيكون قوي ولا ضعيف؟ بيكون في الأصوات اللي هي الفويسلس قوي، لهيك بنسميه قوي. يعني إيش؟ يعني الصوت الفويسلس بيكون strong، ليش؟ لأنه الهواء جاي بيكون قوي. وأيضا إيش بينتج عن الهواء قوي وجاي قوي؟ بينتج عنا friction أقوى، يعني هنا الفريكشن بيكون stronger. طيب وش كمان؟ وبيكون عندنا الديوريشن اللي هي الفترة long، لاحظ براحتي، فترة نطقه بتكون long أطول. لاحظين هاي حكينا عن strong voiceless و long. طبعا voiceless حكينا عنها، يعني احنا بس بنشرح او بنضيف خصائص الصوت كله. طبعا هنا الفويسنج حكينا عنها، حكينا ليش long او strong. long duration، strong قوة الدفاع الهواء. labiodental اللي هو ايش؟ الليبيو دينتال البليس اوف ارتكيوليشن، واخذناه ممتاز جدا. اخر شيء بنضيف اللي هو فريكاتيف اللي هو الادجكتيف، وصف لهذا الصوت. تمام هيك، بس نتاكد انه مسجل ممتاز. برضو عندنا طبعا صوت ضعيف ويك، وبنسميه له مسمى اخر لينس. ليش؟ لان الهواء بيكون ايش؟ أقل. voiced صوت إيش في الفويسنج؟ voiced. short لديوريشن أقل، لاحظ لاحظ. طيب بيمد معي الإف، لكن الإف ما بيمد معي، فالديوريشن بيكون تاعته أقل. labiodental place of articulation برضو عندنا فريكاتيف. بس في عندنا هنا شغلة، الحين في الـ place of articulation حكينا labiodental يعني الشفة مع الأسنان، ممتاز جدا. وهنا الشفة مع الأسنان. طيب اللسان إيش هيكون بيسوي في هذه الحالة؟ إحنا استخدمنا بس شفة والأسنان، طيب اللسان إيش بده يسوي؟ طبعا اللسان ما راح يسوي شيء. ليش؟ لأنه أنا بعيد عنه ما وصلته. طيب متى راح يتحرك عندي اللسان؟ هيتحرك عندي لو تبع في صوت تاني، يعني لو قلنا فري. طبعا هذه خاصية مميزة يعني في الأصوات اللي هو لأنهم ابعاد عن اللسان، واللسان بيتدخلش عند نطقهم، فهم لما يتبعهم أي صوت تاني فبيجهزوا حالهم للصوت التاني، وهم يعني خلال النطق بيكونوا جهزوا حالهم للصوت ر. يعني لاحظ الحين احنا بننطق هان من الشفه والاسنان، والرا اللي هو اللسان بيجهز حاله للرا مع بعض، فهذه بيخلينا ننطق اللي هو الف والفاء مع حرف الرا او احرف او اصوات ثانيه بسهوله. لاحظ فري فري، طبعا هذا شيء مميز يعني وجميل. فري يعني خلال نطق اللسان مجهز حاله للار. طب هل الار بننطقه مع اللسان؟ قلنا الار بننطقه اللسان مع الالفيو. طيب ماشي، لو تبعوا شيء تاني غير الار، مثلا فا فا، وانا بانطق اللي هو بيبقى جاهز اللسان نفسه لوضعية صوت الا. فا فا، اوكي كلير ناو. بالنسبة للالفيو، بما اني قلت الفيو، طبعا هي الفيلر لكن انا حذفت بختصر الفي، لكن مش حلوه يعني مش نايس اقول الفي الفيو. اوكي طيب ماشي، نيجي ل ساوند. عندنا طبعا سترونج حكينا ليش، لونج، فويسلس،
ودنتال حكينا عن the place of articulation و fricative. It's easy. أنا برضو weak, short, voice, dental, fricative. وعندنا ملاحظة لما يجي بين two vowels بيكون voiced. هتقول لي stop. انت حكيت ما هو في الاصل voiced. كيف بتقول لي لما يجي بين two vowels voiced حيكون مجهور يعني. هقول لك الكتاب ايش بيقول لي هنا في الاصوات هذه ايش بيقول لي may be voiced. ايش يعني may be voiced؟ يعني في حالات الاصوات اللي قبل واللي بعد بتاثر على الصوت ممكن تفقدوا جزء من الفويس من الفويسنج تبعه، ممكن تفقد الفويسنج كله او جزء كبير منه. ف احنا بنعرف انه فويس يعني، ومعظم الكتب الثانيه بيقول لنا فويس، لكن هذا الكتاب بيقول لي may be voiced، يعني في حالات هيكون في ايش voiceless. اوكي، عشان تبقى النقطه برضو واضحه. strong long voiceless alveo fricative. بس في نقطه بدي اعقب عليها لصوت الاس، انه ايش ماله اقوى الاصوات هذولا، يعني عندي اقوى من اقوى من طبعا هذول الاربعه تقريبا اللي هو الصوت فيهم ايش او قوه ادهم نفس بعض، لكن الاس بيجي اقوى منهم جميعا. طبعا الاس برضو اقوى من هذول، لكن الاس اقوى من هذول جميعا اللي هو تردده اقوى والهواء اقوى، فلهيك هو اقوى الاصوات، قوي جدا. نيجي للاز ويك شورت فويس الفيو فريكاتيف. وعندي ايش كمان برضو بين تو فاولز بيكون عندي اللي هو از هنا ايش ماله فويست. برضو هتقول لي نفس الاشي فوق، هنا بيقولنا may be voiced، يعني احيانا هيكون عندنا devoiced. ايش يعني devoiced؟ هناخذ يعني امثله كثير، دون وري. devoiced يعني فقد احد اللي هو صفاته اللي هو الفويست، فقد الفويست او فقد جزء منه فصار voiceless او نصف voiced. اوكي، ايضا عندي ملاحظة على الزد انه rarely an initial اللي هو word an initial. اوكي، نكمل مع باقي الاصوات. عندنا ش ج sound، عندنا ش زي ما احنا نظرين strong long voiceless post alveo. post يعني بعد الالفيو بشوية اللي هو الفيلا فريكاتيف. عندي برضو لج، طبعا كل اشياء معروفة يعني weak short voice post alveo fricative. عندي ملاحظة على الصوت هذا انه برضو زي ما حكينا سابقا بين two vowels بيكون عندي ايش voiced. هاي الملاحظة الاولى. الثانية انه ما بيجي في بداية الكلمات وفي نهاية الكلمات ايضا بيكون ايش نادر لما يجي، وتحديدا كلمات ايش الفرنسية like rouge etc mirage الى اخره، لكن غالبا بيجي وين في وسط الكلمات زي major, leisure and so on. عندي ملاحظة على صوت الاش والاج ايضا، بيقول لي انه اللبس اثناء النطق، طبعا هو post alveolar يعني ايش اللسان بيلمس post alveolar، اللسان active post alveolar passive. طيب هل الشفتين انهم علاقة منهم؟ مش علاقة، لكن بيقول لي انهم بيكونوا خلال النطق اللي هو slightly rounded، بيكونوا لاحظ مدورين شوية. ويج نفس الشيء. طيب هتقول لي يا عمي ايش دخلهم في الموضوع هذا كله اللبس، ايش دخلهم؟ ما هو ما لهم مش علاقة في النطق. هقول لك don't worry، كل الاصوات في اللغة الانجليزية اللبس فيها ما لهم neutral، سواء consonants ولا vowels اللبس مالها بتكون neutral يعني. وايضا مش بس اللبس، اللور جو، اللور جو الفك السفلي، يعني ما بفتح الفك خالص، ما بقولش نو، بيكون اللي هو في وضع نيوترال ما بفتحه خالص. نفس الشيء اللبس، ما بدورها خالص ما بقول نو،
بيكون عندي وضع نيوترال. نيوترال يعني ايش؟ متعادل، يعني وضع طبيعي، ما هو اوفر ولا هو يعني less than usual. ها او او ما بشد كتير. اوكي نيجي ل sound. عندنا strong long voiceless glottal اللي هو place والصفة glottalic وفركاتيف اللي هو المنع. لاحظ ايضا عندي ملاحظة عن ال بيقول لي بين two voice vowels بتكون هذه voiced، صوت هذا هو voiceless. لاحظ هو في الاساس voiceless، لكن بين two vowels بيتحول ل voiced. for example ناخذ مثال، عندي behind، لاحظ تقطيع بي هاين، لاحظ معي اي واي اجا بيناتهم اللي هو ايش ساوند behind. behind بتلاقي فيه رجة في الها ها بي ها 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 هاين ها ها. لاحظ الرجة كيف behind. بس بيقول لي ملاحظة صغيرة انه اذا انه ال ها between two vowels بتطلع لحالها، ما تحاولش انت تروح تظهرها غصب عنها لحالها في الكلام بتظهر behind، لكن ما تيجي تقول لي behind تشد عليها ها نو no. ما تحاولش تشد، يعني هتظهر لحالها. That's it.